كشفت تقارير إعلامية مقربة من الحكومة الأردنية استياء الأوساط السياسية من عدم التزام الحكومة السورية بمخرجات الاجتماعات العربية والمبادرة الأردنية لإيجاد حل للأزمة السورية، ولا سيما في مجال تهريب الكبتاغون وملف عودة اللاجئين السوريين القاطنين في الأردن. لنتابع. استياء أردني كبير من الحكومة السورية بسبب استمرارها على النهج ذاته فيما يتعلق بتهريب وتجارة الكبتاغون إلى الأراضي الأردنية، وخاصة مع تطور أساليب ذلك وصولا لاستخدام الطائرات المسيرة، إلى جانب عدم التزام دمشق بمخرجات الاجتماعات العربية وبنود المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين من الأردن وفقا لمصادر إعلامية مقربة من دائرة القرار في عمان. يومية الغد الأردنية نشرت مقالا يكشف عن استياء عمان من تصرفات دمشق الرسمية، جاء فيه أنه رغم كل المحاولات لحض السوريين على وقف محاولات تهريب السلاح والمخدرات وتموضع تنظيمات وميليشيات قرب الحدود مع الأردن، فإن شيئا لم يتغير بشكل جذري، بل إن دمشق تعيد التموضع في المنطقة العربية دون أن تتجاوب مع الأردن، بل وتقفز عنه عبر سماء الإقليم. الصحيفة ذاتها نشرت مقالا آخر قال كاتبه إن هنالك حربا حقيقية بكامل التعبئة العسكرية يخوضها الأردن وقواتها المسلحة بإسناد أجهزته الأمنية على طول الحدود الشمالية والشرقية، ومع ذلك فإن الدبلوماسية الأردنية لا تزال تسير في مسارات الحذر وصد الحرج على المستويين الإقليمي والدولي في طلب المساعدة الضرورية. أما الكاتب سميح المعايطة الذي كان وزيرا للإعلام الأردني في حكومات سابقة، فقد اعتبر أن محاولات التهريب لها بعدان سياسي وأمني لانخراط الحرس الثوري وما وصفها بالميليشيات التي تتبعه في عمليات التهريب، في محاولة لإزعاج الأردن أمنيا في ظل فشل إيران عبر عقود في اختراق الساحة الأردنية، إضافة إلى قناعات لدى بعض أوساط الحكم في سوريا بأن تهريب المخدرات للأردن ودول أخرى هو عقوبة لها على موقفها من النظام السوري في فترة الحرب وفق تعبيرها. المعايطة قال إن هناك قناعة سورية وإيرانية بأن ملف تهريب المخدرات ورقة سياسية للطرفين، سواء للضغط السوري في ملف المساعدات من الخليج أو إعادة الإعمار، أو إيرانيا للتفاوض حول مصالحها، مضيفا أن ملف شبكات التهريب ليس نشطا سياسيا وأمنيا واقتصاديا لسوريا وإيران وميليشياتها، بل ورقة للضغط والابتزاز السياسي حسب وصفها. وأعلن الجيش الأردني الاثنين أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية أسقطت طائرة مسيرة دخلت البلاد بطريقة غير شرعية قادمة من الأراضي السورية، مبينا أنها تحمل مواد مخدرة في واقعة هي الثالثة من نوعها خلال الشهر الجاري. حول هذا الموضوع من فرنسا وتحديدا من ليون أرحب بالدكتور فايز القنطار أكاديمي سوري. دكتور فايز أهلا ومرحبا بك دائما معنا في برنامج حديث اليوم على شاشتها. بداية يعني رأيك فيما جاء بالتقرير حول الاستياء الأردني اليوم من عدم التزام الحكومة السورية بالملفات العالقة بين الطرفين. السلام عليكم، تحية لك ولمشاهديك الكرام، والتحية أيضا لشعبنا العظيم، الشعب السوري الصابر الصامد على هذه المحنة التي استمرت أكثر من عقد من الزمن. يعني بالتأكيد أشقائنا في الأردن بذلوا كل جهد ممكن للخروج من هذا الوضع، يعني لتجنب هذه الشرور التي يضمرها الأسد وإيران، ليس فقط نحو الأردن وإنما نحو الخليج نحو الجزيرة العربية. الحقيقة أن المسألة تتجاوز مسألة تخريب المخدرات، هي مقدمة سيدتي للتوغل الإيراني الفارسي نحو الجزيرة العربية كما قلت، كما فعلت في العراق في لبنان في سوريا في اليمن. إذن هناك خطر يهدد هذه المنطقة عبر هذه السياسة الممنهجة التي يكون من أهم أدواتها النظام الأسدي الذي يعني يجثم على صدور السوريون منذ أكثر من نصف قرن،
ويحكم بقوة الحديد والنار وبالإبادة الجماعية وباستخدام أعتى أنواع الأسلحة في مواجهة شعبه. يعني الأخوة الأردنيون بذلوا كل المحاولات للتوسط لدى النظام مع الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، دخلوا بقوة في الجامعة العربية لإلقاء طوق النجاة لما تبقى من السوريين ومن سوريا، يعني عبر المبادرة العربية التي تنص على تسوية ما في سوريا لإنقاذ كما قلت ما تبقى. إلا أن هذا النظام قطع الطرق على كل أشكال التسوية، قطع الطريق واعتبر أن هذه المحاولة هي فخ ينصب له، هي جزء من المؤامرة الكونية، واستمر في غيه واستمر في تشبثه بمواقفه الخشبية المستمرة منذ أكثر من 11 سنة. يعني لم يتغير شيء، هو يعتبر نفسه أنه انتصر على المؤامرة الكونية ولا يريد التنازل، ولكن هو يقود الشعب نحو الكارثة كما نلاحظ. يعني أولا هجر نصف الشعب، والأردن يعاني من مسألة اللجوء السوري معاناة حقيقية، يعني نقص المياه ونقص الإمكانات، هجر نصف الشعب والنصف الآخر يحكم عليه بالموت جوعا وهو غير مكترث، يتحدث يعني وكأنه لا شيء من حوله، هو منقطع منفصل تماما عن الواقع، لا يشعر بمعاناة السوريين، لا يشعر بمعاناة وجوع أطفالهم، ولا يشعر بأن هذا الشعب العظيم المنتج المبدع تحول إلى شعب متسول يعيش على المساعدات الاجتماعية، تحول إلى حافة الجوع، دفعوا فعلا هذا النظام إلى حافة الجوع الآن. يعني لا يوجد شعب في العالم يعيش ما يعيشه شعبنا من افتقاد مقومات العيش الأساسية، من الخبز والماء والكهرباء ووسائل التدفئة ووسائل النقل وغيرها. إذن هو غير مكترث لا بألم السوريين ولا بالتهديد الذي يمثل نظامه بالنسبة للعالم العربي عبر هذه البوابة الأردنية. الآن يعني نلاحظ انفجار الوضع في السويداء سوف يغير كل الحسابات، سوف يقلب المعادلة. هذا الانفجار. طيب دكتور فايز، بما أنه أتيت لنقطة هذا الانفجار، وأنا بصراحة كنت أريد أن أتي على هذه النقطة، اليوم الحراك في السويداء والاحتجاجات الشعبية في السويداء، هل من الممكن أن تقود إلى تفعيل المبادرة العربية أو لا ستبقى الحكومة السورية متعنتة؟ والله أنه هذه الانتفاضة المباركة في السويداء قطعت كل خيوط النظام ويعست من إمكانية الوصول إلى أي حل مع هذا النظام. هي قالتها صراحة، ارحل ولا حياة لسوريا إلا برحيل هذا النظام. أصبح عقبة كأداء أمام وضع سوريا على سكة الحياة. لذا الاحتجاجات في السويداء أختي ترعب النظام حقا. لماذا؟ لأنها تشكل شرارة ستطلق قيامة سوريا من جديد. يعني ما يحدث في السويداء، استمرار ما يحدث في السويداء يهدد النظام حقا بإطلاق الثورة السورية مجددا بطريقة شاملة تشمل كل الوطن السوري. يعني نحن نعول الآن على أن يقف السوريون، هذه لحظة تاريخية استثنائية، أن يقف السوريون وقفة رجل واحد يدا واحدة وتنفيذ الإضرابات السلمية، تنفيذ الاعتصام المدني السلمي، الاحتجاجات السلمية للمطالبة برحيل النظام. هذه الاحتجاجات وحدها من قبل السوريين يمكن أن تسقط النظام وتؤدي إلى تفكك النواة الضيقة. يعني دكتور فايز، هل أفهم منك أنه اليوم الحكومة السورية تخاف من أن تخسر الجنوب السوري، لأنه اليوم هي ستخسر خط إمداد للمخدرات عبر الأردن وإلى دول الخليج، هذا سيصعب عليها، بالتالي سيكون هناك منطقة عازلة ستكسر اليوم دمشق؟ نحن نكافح من أجل أن تخسر كل سوريا، لا مكان لها في سوريا، أينما حلت حل الخراب وحل الدمار وحل الجوع وحل الفقر وحل التقنين والطوابير منذ 50 سنة. يعني الشعب السوري أنا له أن يتنفس الحرية وأن يخرج من هذه القوقعة التي وضعه ضمنها نظام الأسد. لنا الحق في العيش كبلدان العالم، أن نعيش بحرية بكرامة. نحن شعب مبدع ويمتلك الثروات، باعها الأسد. الأسد ورط سيدة
استقلال البلاد. خلينا بس نرجع لنقطة المخدرات اليوم دكتور فايز، ما تتفضل به مهم جدا، ولكن بس مشان نركز على هي النقطة، برأيك اليوم الاستياء الأردني إلى أي حد سيصل؟ يعني ما هي الخيارات اليوم أمام الأردن؟ الجيش الأردني يوم الاثنين قال بأنه تم إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات من سوريا عبرت بطريقة غير شرعية إلى الأردن ثالث مرة خلال هذا الشهر، ما تزال سوريا مستمرة بهذه الطائرات أو هذه الطائرات المسيرة تخرج من سوريا، الاستياء الأردني إلى أي حد قد يصل برأيك؟ والله هذا السؤال يجب توجيهه إلى شقائنا في الأردن. يعني أنا أعتقد أنه وصل طفع الكيل ووصلوا لحد يعني ربما يعملون عملا عسكريا ما ويقومون منطقة عازلة في الجنوب السوري لحماية أمنهم وحدودهم. يعني تصور الآن سوريا الأسد، يعني تركيا تقوم بعمل حزام أمن في الشمال وتقتطع الأراضي السورية، والآن الأردن يمكن أن يفعل ذلك، وإسرائيل اقتطعت الجولان، وهكذا تتشظى سوريا أمام عيوننا. نحن سيدتي في السويداء دفعنا ثمنا غاليا لاستقلال سوريا، نحن أحفاد الشهداء، نحن دفعنا ثلثي شهداء سوريا ونحن نمثل 3% من سكان سوريا، دفعنا ثلثي الشهداء من أجل استقلال سوريا. نحن سنعود الآن بقوة للمطالبة بالاستقلال الثاني. نحن قدرنا أن نحمل هذه المسؤولية مرتين، مرة في عام 1925 في القرن الماضي، واليوم السويداء مصممة على إخراج كل الجيوش الأجنبية من سوريا، على أن تستعيد سوريا ثروتها التي باعها الأسد. لا يحق لأحد أن يتصرف بالثروات والمراكز الحيوية من مطارات وموانئ وغيرها الذي باعها النظام للآخرين. على السوريين الآن أن يقوموا قيامة. هل هذه دكتور فايز حضرتك من السويدة، دكتور فايز حضرتك من السويدة، هل هذه اليوم رسائل أهالي السويدة اليوم للدول العربية من هذه الانتفاضة وخاصة للأردن؟ والله هي جاءت هذه الرسالة. نحن توجهنا للأردن بأن يوافق على فتح معبر لنا نحن نتمكن من استنشاق الهواء، لأنه النظام يمسك بأخناقنا، يمسك بكل مقومات الحياة ويتحكم بكل شيء. فمساندة الأردن لنا هي مسألة أساسية، ولكن يعني الكثير من الدول الإقليمية الآن يعني تتريث في التدخل، وهذا لمصلحتنا أيضا. نحن ثورتنا نابعة من الداخل، محركها الجماهير الشعبية في الداخل السوري، لا يوجد أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، هي فعلا ثورة سورية جبلية معروفية نقية تطالب بحقوق السوريين جميعا من الجنوب حتى الشمال. بأن آن الأوان أن نقلب هذه الصفحة السوداء في تاريخنا المعاصر. آن الأوان لإخوتنا السوريين أن يحطموا حاجز الخوف، أن يتحتجوا سلميا، أن يضربوا، أن يلجأوا للإحسان المدني لتضييق هذا الأسلوب الوحيد للخروج من المأزق بأيدي سورية، لا بطلب التدخل الخارجي، لا بطلب مساعدة الدول الأجنبية. عن هذه الاحتجاجات، الإضراب العام، العصيان المدني كفيل بخنق النواة القوية التي يستند إليها النظام السوري، وسوف ترغم على الرحيل وترك السوريين يضمدون جراحهم ويستعيدون بناء بلدهم ويعودون إلى الحياة مجددا. وضحت الفكرة، وأشكرك جزيل الشكر دكتور فايز على كل ما تفضلت به من قراءة من فرنسا وتحديدا من ليون. دكتور فايز القنطار أكاديمي سوري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مع نهاية هذا المحور وصلنا لنهاية الحلقة، أشكركم على طيب وحسن المتابعة وإلى اللقاء.